السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. سعيدة جدا بلقائي معكم في أول فيديو على القناة خلال السنة الجديدة سنة 2020. الله يدخلها علينا وعليكم بصحة وسلامة ورزق وطول العمر والبالهانية. ربي الصحة والهنا هما أهم شيء بالنسبة للإنسان في الحياة، لأن الصحة هي اللي كدير كل شيء فيما بعد. الله يخلينا صحيحين ويخلينا هانيين، وإن شاء الله الرحمن الرحيم تكون سنة خير علينا جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد طول غياب، وكنعتذر لكم على الغياب لأنكم عارفين نظرا لظروف العمل، ويعني راكم عارفين انشغالات ديال أي أم مغربية أو أي مرأة مغربية، فكنطلب لكم أنكم أو كنطلب منكم أنكم تلتمسوا لي العذر، ولكن على وعد بأن هذه السنة إن شاء الله غادي تكون مكثفة من الفيديوهات اللي غادي تساعدنا على تحقيق حلم الرشاقة البنات اللي ديجا حققوا في 2019 من خلال قناتي. تنقول لكم شكرا على تعليقكم الجميله، وشكرا على تشجيعاتكم، وشكرا على حبكم اللامتناهي ولا مشروط اللي كنلمسوا من خلال تعليقاتكم ومن خلال التواصل ديالكم معايا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي اغلبها هي الانستغرام لانني نشيطه جدا فيه. وكنشكر البنات كلهم اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بكم، واللي انضموا للقناه مرحبا والف مرحبا، وان شاء الله تكون سنه خير علينا جميعا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو جديد كيضم ريجيم جديد. كيف ما تعودتوا معايا الريجيمات كتكون فعاله، واغلبكم كيطلب لي الريجيمات السريعه، مع تنويه على ان الريجيمات السريعه هي ريجيمات ينبغي نقوم بها مره واحده في الشهر او على اكثر تقدير مرتين في الشهر، يعني كل اسبوعين نقوم بريجيم سريع، والباقي نقوم بنظام غذائي يكون مثل الصيام المتقطع، يعني هو نظام صحي او ايضا نظام صيام بحال اللي عندي في القناه ديال دي الحجه، او نظام الخضر والفواكه لمده 7 ايام. هناك العديد من الانظمه على القناه صحيه، فديروا واحد سريع ومن بعد ديروا واحد مره اخرى يكون يعني صحي، وهكذا دواليك حتى توصلوا للوزن المثالي اللي نتوما كتطمحوا ليه. بالاضافه الى المشروبات المساعده، هي المشروبات اكيد ان ما غاديش تنجح الا ما كانش معها ريجيم فعال. فهذه المشروبات كتساعد على تعليه معدل الحرق، وبالتالي الجسم كيقوم بالوظائف ديالو كما ينبغي، معدل الحرق ديالنا كيطلع، وكتكون خسارات الوزن اسرع. بالاضافه للناس اللي ما عندهمش مشكل في المفاصل او في التحرك، 30 دقيقه من المشي هي كافيه جدا ووافية بالنسبة لنا في يعني في أي ريجيم أو أي نظام غذائي. إذا غنبدأ بلا ما نطول عليكم. بالنسبة لريجيم اليوم، هو ريجيم لخسارة 5 إلى 6 كيلوات خلال 3 أيام. كنعرف أن هذا هو نوع الريجيمات اللي كيعجبكم، ريجيم رائع مجرب مني شخصيا وفعاليته مضمونة بالنسبة للناس اللي الأوزان ديالهم كتفوق 80، خسارة كتكون 6 كيلوات، 5 6 كيلوات، 7 كيلوات بدون نقاش. وبالنسبة للناس اللي قربوا الوزن المثالي فكتكون خسارة أقل، ولكن كتكون 3 جونس 4 حتى 4 كيلو. بطبيعة الحال كلما اقتربنا من الوزن المثالي كلما كانت خسارة الوزن أصعب وأقل. إذن نبدأ بالنسبة لليوم الأول على بركة الله. ففي الفطور كيف كتشوفوا معايا، عندنا نقرب لكم الكاميرا، في الفطور عندنا حبتين من البيض المسلوق، أو ممكن طيبوا واحد معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون مع حبة من الطماطم. هذه الطماطم تقدروا تقطعوها غير هكاك خضرة، كنت تقدروا ديروا البيض ومطيشه، كنت تقدروا طيبوا مطيشه بوحده معلقه زيت الزيتون وتسلقوا البيض، فلكم كامل الاختيار في طريقه الطهي. سمحوا لي، لكم كامل الاختيار في طريقة الطهي. المهم أنها تكون عندنا 2 بيضات وطماطم، حبة من الطماطم، وألا نتعدى ملعقة من زيت الزيتون في الطهي. بالنسبة للغداء فهو ثابت بالنسبة لجميع الأيام، الأيام الثلاث، وهو عبارة عن بروتين. كيفما كان نوع البروتين، يمكن يكون لحم، يمكن يكون دجاج، يمكن يكون سمك، يمكن يكون أي نوع من أنواع البروتين، ماشي مشكل. فقط كنقول على أنها خاصة تكون طريقة الطهي صحية، يعني يا إما نشويوها يا إما نديروها في الفرن يا اما اللي بغينا، زائد 2 بياض البيض. يعني اننا ممكن اننا نطيبهم معلقه ديال زيت الزيتون فقط البيض، او ممكن اننا نسلقهم وناكلو غير البيض. يعني عندي 120 غرام الى 150 غرام من البروتين، اي نوع من البروتين مطهي بطريقه صحيه، مشوي في الفرن او يعني مشوي في الفرن، مشوي او في الفرن، بالاضافه الى 2 من بياض البيض.
هذا بالنسبة وجبة الغداء. بالنسبة لوجبة العشاء في اليوم التالي عفوا الأول، فهي عبارة عن كمية مفتوحة من الخضر، يا جزر يا ما عرفتش النوع اللي بغيتو، مع هذا بطبيعة الحال البنجر اللي هو البيتخاف اللي هو الباربا، ومع هذا ايضا البطاطس. فتقدروا ديروا اللوبيا الخضراء، تقدروا ديروا خيزو، تقدروا ديروا الكورجيت، تقدروا ديروا اي نوع من البخار من الخضر مطهي على البخار، او تو سامبلومون تاخذوا سلطه يكون فيها هكا جزر، يكون فيها خيار، يكون فيها بروكولي، يكون فيها لي شو حمر او لي شو خضر، يكون فيها لا سلطه يعني اللي هو الخس، يعني عفوا اي نوع من الخضر باستثناء كما قلت لكم الباربا والبطاطس، يا اما نطهيهم على البخار يا اما ناكلهم سلطه خضراء. اذا هذا بالنسبه لليوم الاول، هانتوما لقيو نظره شامله عليه، فهو عباره عن بيضتين في الفطور بالاضافه الى حبه من الطماطم، كميه من البروتين 120 الى 150 غرام مطهيه بطريقه جيده، اي نوع من البروتين بالاضافه الى 2 من بياض البيض، وكميه مفتوحه من الخضار اي نوع باستثناء البطاطس او البيتخاف والبربه، ممكن تكون مطهيه على البخار، ممكن اننا نديروها سلطه. هذا كل ما يتعلق باليوم الاول. نمر على بركه الله لليوم الثاني، وهو غادي نخلي لكم هكا باش تشوفوا كيفاش غادي ندير التغيير ديالي. فكيف كتشوفوا معايا، ها هو الافطار، كنظن انكم شفتوا شنو غيرنا في الافطار. كيف كتشوفوا معايا اليوم الثاني دائما كنحافظوا على البيض. الوغ غنحافظوا كيف قلت لكم على البيض، سمحوا لي لا دونجمون غير بنتي كدير شويه ديال هذا، واخا ماما نساني ما عندك. الوغ فوالا، بالنسبه لليوم الثاني فوجبه الافطار غتكون عباره عن بيضتين دائما مسلوقين او مطيبين بملعقه صغيره من زيت الزيتون بالاضافه الى موزه او حبه من الموز. كيف قلت لكم الغداء كيبقى ثابت لا يتغير، فيه كميه من البروتين ما بين 120 حتى 150 غرام مطهيه بطريقه صحيه بالاضافه الى 2 من بياض البيض، اقول واكرر البياض فقط دون الصفار. بالنسبه للعشاء غيكون عندنا مختلف، بنتي كلات اليوم الطوسطه، فغادي يكون عندي فيه طوست بني، وانا كنستعمل هاد الطوست البنات ديال السيريال، ها هو كيف كتشوفوا معايا الطوست ديال السيريال كيتباع في مرجان في مكان، اي نوع ديال الطوست مهم يكون من الخبز الكامل، المهم ما تديوش على الفيره اللي كلات منه هنايا، بالاضافه الى قطعه من الجبن. بطبيعه الحال الى ما كانش عندكم الجبن كما متوفرش عندي انا، مابقاليش دابا الجبن يعني اللايت، تاخذوا منه 100 غرام، الى ما متوفرش عندكم تقدروا ديروه جوج ديال كيري او الجبن المربع، تاخذوا جوجات، بالاضافه الى كوب من الحليب وكوب من اللبن قليل الدسم او نصف دسم. اذا هذا هو بالنسبه لوجبه العشاء. فغنعاود بالنسبه للفطور، اليوم الثاني عباره عن بيضتين مسلوقه ومطهيه بملعقه صغيره من زيت الزيتون بالاضافه الى موزه او حبه من الموز. الغداء قار في الايام الثلاث، هو عباره عن كميه من البروتين من 120 الى 150 غرام مطهيه بطريقه جيده بالاضافه الى 2 من بياض البيض دون الصفار. وجبه العشاء ستكون عباره عن قطعه من التوست البني بالاضافه الى قطعتين من الجبن المربع في حالة عدم تواجد الجبن القليل او الخالي الدسم، في حالة تواجده فنحن ناخذ كمية 100 غرام بالاضافة الى كوب من الحليب القليل الدسم او الخالي الدسم، ولكن انا كنفضل القليل الدسم فقط. هذا بالنسبة لليوم الثاني. نمر مباشرة ودون تأخير لليوم الثالث اللي غادي يكون هو عبارة، ما كاينش شي تغيير كثير كيف كتشوفوا، فهو عبارة عن بيضتين في الفطور، وجبة الفطور أو الفطور، و ليا باش نقدم لكم. الو فهو عبارة عن بيضتين، هذه المرة بدون طماطم وبدون موز، بيضتين مسلوقتين أو مطهيتين بكمية قليلة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة تكفي وتفي بالغرض. بالنسبة للغداء يكون عبارة عن بروتين 120 إلى 150 غرام مطهي بطريقة صحية بالإضافة إلى بيضين من البيض او بياض البيض فقط دون الصفار. بالنسبه للعشاء غادي يتغير، غادي يكون عباره عن سلطه خضراء مشكله بالاضافه الى حبتين من البطاطس، يا اما مسلوقه يا اما مشويه في الفرن بدون مواد دهنيه. هذا هو كل ما يتعلق بهذا الرجيم. اذا غنعاودوا بالنسبه لليوم الثالث، بيضتين في الافطار، بطبيعه الحال عندنا البروتين 100 150 غرام و2 من بياض البيض. البروتين اي نوع، ممكن
تاخذوا اللحم البقر، ممكن انكم تاخذوا ستيك دو دان، ستيك دو بوف، ستيك دو بولي، اي نوع دي بواسون، بواسون بلون، وفي العشاء سلطه بالاضافه الى الى كيف قلت لكم حبتين من البطاطس، يا اما مشويه في الفرن يا اما مسلوقه كيف قلت لكم. بطبيعه الحال ما تنساوش انا خلال اليوم كنشربوا كميه كبيره من الماء، انا هذا دائما عندي، كنقطع ما كنقطع فيه الحامض كيخوى كنعاود نزيد عليه الماء، هذا دائما سواء بريجيم او بدون ريجيم فلا يخلو من بيتي. دائما شرب الماء بكميات كبيره جدا، شرب مشروبات الحريقه اللي حطيت لكم في القناه، وتقدروا ايضا تشربوا الشاي الاخضر وراء كل وجبة، تخلي واحد ساعتين وتاخذ شيء أخضر معصرين عليه كمية من الحامض، فهو رائع جدا لتعلية معدل الحرق. فهذا هما كنظن أن الأسئلة اللي ممكن تجيني، واش ممكن نشربوا قهوة سوداء؟ نعم ممكن. واش ممكن نشربوا الشاي؟ نعم ممكن، ولكن دائما أقول وأكرر بدون 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 سكر، يعني مشروبات مسموحة على طوال اليوم، مشروبات ساخنة، الماء على طوال اليوم، ولكن طبيعة الحال تفادوا السكر. هذا هو كل ما يتعلق بهذا الرجيم، غنحاول إن شاء الله أنني نخليه لكم مكتوب في صندوق الوصف. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لخسارات 5 إلى 6 كيلوات، كلما كانت الأوزان كبيرة كلما كانت الخسارة أكثر، وكلما اقتربنا من الوزن المثالي بشرى لنا، لأن الوزن كينزل قليل ولكن حنا وصلنا وقربنا الوزن المثالي. سنحبكم، سنشكركم على حبكم كيف قلت لكم اللا متناهي، ولا مشروط تحية كبيرة من عايدة لكل حبيبات عايدة. إلى اللقاء.